سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعال أيها الروح القدس وكن علينا. عزيزي المشاهد، برحب فيك بحلقة جديدة من برنامج وجبة يومية صبح وعشية. وجبة يومية لأنه وجد كلامك فأكلته فكان لي للفرح ولبهجة روحي. وجبة يومية لأنه ما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي. وجبة يومية لأنه رب المجد يسوع المسيح علمنا أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لأنه مثل ما الجسم بحاجة أنه إلى الخبز كقوت للجسد، كذلك النفس تحتاج إلى الكلمة قوت للروح. وجبتنا لليوم أختي الأحبة هي من إنجيل يوحنا 15:3، بيقول رب المجد: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. نفهم من الرب هالآية قديش أهمية الكلمة بالكتاب المقدس. كلام الإنجيل هو سبب نقاوتنا. بيقول المسيح: أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن ما في نقاوة خارج كلمة الرب بالكتاب المقدس. الكلمة هي سبب النقاوة، نقاوة الفكر والقلب، نقاوة اللسان والعين، نقاوة حتى في السلوك والعمل، كلهم بدوا نقاوة. كل ما الإنسان يغوص بالإنجيل وبكلام الله يزداد نقاوة. كلام الإنجيل بيجليك، يصقل النفس، بيظهر لها جمالها. كلام الرب بيقول كلام نقي بسفر المزامير، بيوصفه بيقول كفضة مصفات في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات، يعني مجلي ومزبوط على الآخر. كلام الرب يعني مثل الفضة المصفات بالأرض ممحوصة 7 مرات. كلام الرب هو أداة لحتى يجعلك نقي، بخليك تصير مش بس نقي، بخليك تصير حكيم أيضا، بخليك تصير ناجح. بيقول فتح كلامك ينير يعقل الجهال. هنالك شغلتين على الأقل بخلوك تصير نقي، بخلو كل شيء بين يديك يكون نقي. يكون نقي يعني السوسة ما بقى تقدر تضربهم ولا تاكل منهم، ما بتخلي شيء يفسد بين يديك. كلام الرب بالإنجيل هو أحد الأشياء، والثاني الصدقة. الصدقة وعمل الخير. ليش؟ لأنه رب المجد بيقلنا: بل أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. وهيدا يلي فعله الرب يسوع المسيح عندما قال: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. عسى أنه نضلنا نتغذى بكلمة الرب الإنجيل يوميا حتى نزيد نقاوة، ونعطي كل ما عنا صدقة لحتى بحياتنا نزيد نقاوة، ونعطي يلي عنا صدقة لحتى يصير كل شيء نقي بحياتنا بحسب وعد الرب. الرب أمين، هو يقول ويفعل دايما. هل يتكلم ولا يفي؟ حاشا، لأنه هو الذي وعد، والذي وعد هو أمين. منردد سوا: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. المجد لله والله معك.